هما ليه امريكا والغرب بيدعموا اسرائيل؟ وقال احنا 22 دولة عربية مش عارفين نحرر دولة واحدة زي فلسطين. قبل ما نكمل ما تنساش تعمل فولو، فاضل على 300,000 حاجة بسيطة. اكيد كلنا بنسأل ليه امريكا والغرب بيدعموا اسرائيل الدعم القوي ده؟ لثلاث اسباب مفيش غيره. السبب الاول والاقوى ان اغلب المليارديرات في العالم كله يهود ومعاهم فلوس كتير جدا. لا كتير فعلا جدا. طب هما جابوا الفلوس دي ازاي؟ عن طريق الربا، لان في نص التوراة اليهودية بتحرم بس الربا بين اليهودي واليهود، انما مش بتحرم الربا بين اليهودي وغير اليهود. من خلال النقطة دي قدر اليهود يعملوا فلوس كتير جدا على مدار السنين اللي فاتت. فلوس خلتهم يسيطروا على الاعلام والاقتصاد الامريكي والعالم. تاني سبب هو اللوبيز او مراكز القوى في الكونجرس الامريكي. الكونجرس فيه حوالي 400 نائب، انا ممكن ادي 100 او 200 منهم فلوس بحيث ان هم يمشوا لي القرارات اللي انا محتاجها بالظبط. غير كده اللي انا بسيطر على الاعلام الامريكي وبصور لي اليهود مظلومين ولازم ننصرهم، انا معايا فلوس بقى. السبب الثالث والاهم هو في ثقافه وعقيده الرجل الابيض الامريكي نفسه. المسيحيه عند الامريكان بتقول ان عشان القيامه تقوم والمسيح ينزل لازم يكون اليهود متجمعين في دوله تخصهم، وده اللي بيحرص عليه الامريكان ان هم يوحدوا اليهود كلهم في حته واحده وبالمره يامنوا شرهم. بص هم بيفكروا كده، انا مش بقول لك الكلام ده صح ولا غلط. طب دلوقتي احنا حرر فلسطين ازاي؟ لو عايز تعرف اتاكد ان انت عامل فولو ويا ريت تقول لي تحت في الكومنتات. وعندنا لايف جامد جدا هنعمله النهارده الساعه 12 بالليل، هيلم فيه حاجات كتير جدا عن النووي العربي وحاجات انت اول مره هتسمعها. ما تنساش الفولو. ها سلام.